بالمحترمة السيدة فاتحة عيادي. تفضلي السيدة نايبة. حنا غندير واحد المشروع ديال الطاقات المتجددة في البرلمان إن شاء الله. ستسمعون عنه قريبا إن شاء الله. تفضل. نعم. سألتوا السيد الرئيس. لا أنا أتكلم عن المؤسسة لا أتكلم عن نفسي. تفضلي السيدة النائبة. تسألوا السيد الرئيس. تفضلي مرحبا بالسيدة النائبة المحترمة. تفضلي. شكرا سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، سيدة السادة النواب المحترمين. يعتبر تغير المناخي اليوم واقعا ملموسا يدفعنا كمشرعين إلى وضع استراتيجيات وطرح نقاشات قادرة على حفظ الأرض من شر الاحتباسات الحرارية وما تجلبه من مشاكل بيئية واقتصادية وصحية من شأنها أن تهدد مصالح المواطنين. وحتى توضح الصورة، يتوقع بعض الخبراء أن وقع الاحتباس الحراري على درجة الحرارة في كوكبنا خلال هذا القرن يكافئ نفس نسبة الاحتباس الحراري خلال 10,000 سنين سابقة، أي ارتفاع بحوالي 4 درجات مئوية. بالإضافة إلى ذلك، يقع بلدنا في منطقة جغرافية تعد من المناطق الأكثر جفافاً في العالم، والتي قد تعاني بشدة من آثار التغيرات المناخية وما يترتب عنها من كوارث طبيعية إن لم تواجه بقوة وبالجدية اللازمة. قارياً، تعتبر محاربة الاحتباس الحراري من أهم التحديات التي ستواجه الدول الإفريقية ككل بما فيها المغرب خلال العقود القادمة، خصوصاً وأن القارة ستكون أكثر القارات عرضة لسلبيات الاحتباس الحراري حالياً وفي 5 عقود القادمة، وذلك بعد أن أتلف الاحتباس الحراري أزيد من 500 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في القارة. وبحسب المعهد العالمي للموارد الطبيعية في تقريره لسنة 2015، إن المملكة المغربية واحدة من 33 دولة الأكثر عرضة للخطر فيما يخص آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية. لهذا، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة، كان المغرب سباقاً في نهج سياسة استباقية ناجعة حيال التحديات البيئية عبر وضع مجموعة من البرامج والسياسات العمومية الهادفة إلى الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالتغيرات المناخية، حيث فرض المغرب نفسه في صف الدول الرائدة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وفي الحفاظ على البيئة. وإننا كنواب برلمانيين نؤكد أن التزامنا من أجل المغرب يسير في طريق إنتاج طاقة نظيفة ونمو اقتصادي نظيف لن يضعفه من قرر تحويل بلادنا إلى مزبلة. وبرغم من أن بلادنا لا ينتمي لصف الدول التي تسببت في هذه الظاهرة ولا حتى من شارك فيها، فهو اليوم ضحية لها. ومع ذلك لم نكن يوما ممن يختبئ ويتخفى، فتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة كانت المملكة المغربية من أول الدول التي أدركت خطورة الوضع وانخرطت في قمة ريو، وكانت دائما في ريادة الدول الموقعة على اتفاقيات حماية البيئة، ووضعت سياسات وطنية جريئة واعتمدت على تنمية قائمة على الاستدامة واحترام البيئة. ويؤكد المغرب انخراطه التام في هذه المعركة بتنظيمه لمؤتمر الأطراف COP22، وهو تأكيد آخر على دور وطننا الريادي في السعي إلى حماية البيئة، ويشكل لنا مناسبة للتوحد واستحضار هذا التحدي الذي يواجه الإنسانية ككل. سيد الرئيس، لو سمحتوا لي، بما أننا نتكلم عن المناخ نتكلم كذلك على المناخ السائد داخل هذه القاعة، ولسوء حظنا كمغاربة المناخ السائد في الساحة السياسية ككل، فكنظن أنه الاحتباس الحراري في هذا المجال هذا فاق الـ وكاين واحد التلوث ديال الألفاظ والتنابز
كيف كما يقال بالتراشق بال سمحوا لي نترجمها ليترالمون للعربيه بلي نون دوازو باسماء الطيور. فرجاء ان راه المغاربه لا ينتظرون منا هذا، المغاربه كينتظروا منا في هذه الفتره هذه نرقاو شويه بالمستوى ونقولوا شنو غادي نوريو في شنو ما الطموحات ديالنا لبلادنا في الخمس سنوات المقبله. وشكرا. شكرا السيده النائبه.